لعب ومرح وضحكات ترتسم على وجوه الأطفال هنا في النشاط الترفيهي الذي تقيمه مؤسسة طوق الياسمين الخيرية في اللاذقية. بعد نهاية المعاهد الصيفية والدورات الصيفية اللي تمت تحت رعاية التشارك بالخير مع كتير مثل معهد الحكيم ومعاهد تانية وروضات قدمونا إياها مجانا لمؤسسة طوق الياسمين الخيرية، ونحن بدون المجتمع المحلي والأهلي ما بنقدر نشتغل، لأنه نحن يدا بيد من أجل أن تكون سوريا نحو غد أفضل. طبعا هو نحن عم نشجع الأطفال أنه يدرسوا ويلعبوا بنفس الوقت، يعني مثل كأني هيدي مكافأة لألون. شايفين الضحكات، شايفين الفرح. بالنسبة للأطفال أكيد أولاد الشهداء رقم واحد، مصابي الحرب، الحرب اثنين، متفوقين دراسيا وعزيزي القوم، المتعففين اللي بيخجلوا يطلبوا أو بيخجلوا كذا، والشاطرين كتير. يعني من أجل إحنا الدعم التعليم عن طريق أكيد اللعب. هلا نحن دائما بنحاول ندخل سعاده على قلوب الاولاد، بنجيبهم بنطالعهم بنلعبهم، بنحاول نكون معاهم مثل امهاتهم. يعني بنحاول دائما نكون معهم وحاطينهم دائما وعم نلعبهم ونسليهم، يعني نحسهم بجو انه هن مع اهلهم احيانا، لانه في اولاد صغار بيخافوا وبياكلوا هم وملي لنوقتهم سلايه. يعني نحن كثير كثير سعداء لما بنقدم شيء للطفل انه ينبسط يتعلم. هي طوق الياسمين، هيك مهمة طوق الياسمين. الاطفال شو بيحبوا، كيف يلعبوا، كيف بيدرسوا، هذا اهم شيء نحن عنا. مرحبا، اهلا. عنا لك اللعب عادي ولا كيلي؟ مبسوط؟ اي والله. شكرا لكم. ربحان ولا خسر؟ لا ربحان. نلعب بالسيارة. مبسوط؟ شكرا لطوق الياسمين على المبادرة الحلوة. بيخسر رح يلعبني محل. ربحان انت ولا خسران؟ خسران. معناها انت رح تقوم. احكي لي، مبسوط اليوم؟ ايه الحمد لله كتير مبسوط. لعبة سباق. وين شريكك؟ ما معك حدا يلعب معك؟ راح. خسرتي؟ مبسوطة اليوم؟ كتير. وين احلى، هون ولا الدرس؟ لا هون. لعبنا بهي الزحلات كتير حلوة. بين عنك بيا قديش تعبان. ايه حبيتها كتير. شو اسمك؟ ميرا. ميرا شو عم تعملوا هون؟ بدي العب. صوتها؟ ايه. علي قالت لي ست ياسمين صوتك حلو، شو بدك تغني لي؟ بدك اياه؟ على شتهل وتدمع وبلايا الغالي فيشه، على شتهل وتدمع وبلايا الغالي فيشه، وان كان حداهم يمنع تجي وياي تعيشه، لحط بصدره اربع او خمس خراطيشه، واسقي السم منقع بحدوب الحانه فيشه، واسقي السم منقع بحدوب الحانه.